من موقعنا صدى البلد الإخباري. السيسي يوجه بدعم صندوق عطاء لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمئة مليون جنيه، ويستعرض دعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة أطفال بلا مأوى. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. ووجه الرئيس بدعم موارد صندوق عطاء الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه تمول من صندوق تحيا مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم. كما وجه الرئيس مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بدعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة أطفال بلا مأوى وتطوير المؤسسات الخاصة بهم لتقديم أفضل برامج الرعاية والتأهيل لدمجهم في المجتمع في إطار صحي وتربوي واجتماعي سليم. كما عرضت نيفين القباج الإجراءات التنفيذية المتخذة لاستهداف 1000 قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج حياة كريمة، فضلا عن جهود تطوير برنامج تكافل وكرامة والرؤية المستقبلية في هذا الصدد. ونبقى مع موقعنا صدى البلد الإخباري. خلال لقائه بوزير الخارجية السعودي السيسي، مصر تسعى لعدم تحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والسفير أسامة بن أحمد النقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، خاصة ليبيا واليمن وسوريا والعراق، حيث تم التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا. استعرض الرئيس في هذا الخصوص ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية والسعي نحو تثبيت الموقف الحالي وتقويض التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وألا تتحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب تهدد الأمن الإقليمي وأمن القارة الإفريقية. وننتقل إلى الجمهورية أونلاين. الحكومة إجازة عيد الأضحى من الخميس إلى الاثنين. أصدر دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا يقضي بأن تكون الفترة من يوم الخميس المقبل الموافق 30 من يوليو 2020 حتى يوم الاثنين الموافق 3 من أغسطس 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأعرب بهذه المناسبة عن خالص تهنئته للشعب المصري، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا ونحن في أفضل حال، وأن يحمي بلادنا من كل سوء. ونذهب إلى جريدة الدستور. مصادر: إعلان نتيجة الثانوية العامة في 5 أغسطس. كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تحديد موعد اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية، وأوضحت المصادر أنه تقرر أن يتم اعتمادها يوم 5 أغسطس المقبل، أي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى بيومين. وأشارت إلى أن الوزارة سوف تقوم بإبلاغ الأوائل يوم 4 أغسطس، على أن يجري الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مكالمات هاتفية لهم لإخبارهم بنتائجهم. كان رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة قد كشف أنه أعطى تعليمات لكنترولات الشهادة الثانوية بتجميع أوائل كل كنترول اليوم 3 وليس أوائل الجمهورية. وقال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة في تصريحات خاصة لموقع الدستور إن المصححين سوف يأخذون عطلة إجازة عيد الأضحى المبارك على أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية بعد العيد، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد أو اليوم حتى الآن. واستكمل حجازي أن كل طالب سوف يحصل على حقه من دون التعرض لأي ظلم مهما كان، والوزارة تطبق القانون على الجميع. ومن بوابة الوطن،
وزير التموين يطمئن المواطنين، منظومة الخبز متوفرة خلال أيام العيد. المصلحي، توفر الخراف الحية في 36 شادرا بسعر 58 جنيها للكيلو. كشف الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، فذكر أن منظومة الخبز ستكون متوفرة خلال أيام العيد، فضلا عن عمل المجمعات الاستهلاكية خلال يوم الوقفة وأول أيام العيد. وأوضح المصلحي أن الوزارة توفر الخراف الحية في 36 شادرا بسعر 58 جنيها للكيلو، فضلا عن الخراف المستوردة المبردة بسعر 100 جنيه للكيلو. وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 20,000 رأس أضحية، مؤكدا توافر اللحوم البرازيلي ب 65 جنيها، مؤكدا أن سعر اللحوم بمصر يشهد استقرارا منذ عامين، وهو ما يجبر السوق الخاصة على عدم إقرار زيادة بالأسعار. وإلى بوابة الأهرام نقرأ: الصحة، تسجيل 420 إصابة جديدة لفيروس كورونا و46 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الاثنين خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 34,838 حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 46 حالة جديدة. وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين 92,482 حالة، من ضمنهم 34,838 حالة تم شفاؤها و 4,652 حالة وفاة. ومن جريدة المصري اليوم: الجزار، يستعرض مخطط السويس الجديدة. عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان اجتماعا موسعا لاستعراض البدائل المقترحة للمخطط الاستراتيجي العام لمدينة السويس الجديدة واستخدامات الأراضي بالمدينة، وذلك بحضور المجموعة الاستشارية التي تقوم بإعداد المخطط وقيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية. وأكد الجزار أن البدائل المقترحة يجب أن تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة وتراعي مرونة التخطيط، كما يجب وضع مراحل لتنمية المدينة وتحديد المشروعات ذات الأولوية للبدء في تنفيذها. وقال إن موقع مدينة السويس الجديدة والبالغ مساحته 58 ألف فدان يتميز بوقوعه على عدد من المحاور الإقليمية الهامة مثل محور السويس الغردقة ومحور 30 من يونيو، مشيرا إلى أنه يرتبط بمدينة السويس عبر طريق مباشر وبمسافة لا تزيد على 15 دقيقة، بما يسمح بتنوع الأنشطة الاقتصادية. وإلى بوابة الأخبار اليوم: محافظ القاهرة، نسعى أن تكون القاهرة بدون إشغالات. أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على كافة رؤساء الأحياء والإدارات المعنية بمحافظة القاهرة بضرورة تكثيف الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء نهائيا على كافة صور الإشغالات التي تشوه المظهر الحضري للعاصمة، مشددا على أن حملات العاصمة تستهدف أن تصبح أول محافظة من دون إشغالات. وتابع عبد العال الحملات التي نفذت في العديد من شوارع وميادين العاصمة لرفع كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الخالفين، خاصة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وأكد اللواء خالد عبد العال أن أجهزة المحافظة لن تتهاون مع المخالفين، وأن المحافظة على الاستعداد الكامل بأجهزتها طوال إجازة عيد الأضحى، وأن غرفة العمليات تتلقى أي بلاغات خلال إجازة العيد. وننتقل إلى اليوم السابع: التأمينات، تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه. تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الثلاثاء صرف معاشات شهر أغسطس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية مع تذليل أي عقبة تيسيرا على أصحاب المعاشات. وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه سيتم إتاحة
صرف المعاشات من خلال توفير 10,000 ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مؤكدا ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم وإتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد. ونختتم جولتنا في صحافة اليوم من بوابة الشروق. دفن جثمان طبيب الغلابة محمد مشالي وإقامة صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم في البحيرة. أعلن وليد مشالي نجل الدكتور الراحل محمد مشالي المعروف إعلاميا بطبيب الغلابة دفن جثمان والده وإقامة صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر بمحافظة البحيرة. وتوفي الدكتور محمد مشالي صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 76 عاما في إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية. تخرج مشالي في كلية الطب قصر العيني بالقاهرة في 5 يونيو عام 1967 وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة. وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا.